تاو مع الشاطر هو الهاشتاج اللي احنا بنشتغل عليه. انا شايف ان في تحرك كبير جدا، ولكن العادي يعني ناس كتيره جدا كان بتراهني على هذا الموضوع، لكن دايما جمهور النادي الاهلي في الميعاد وفي الوقت اللي احنا عايزينه فيه دايما بيبقى معانا، حتى لو في 100 ماتش. ال 100 ماتش ممكن تعوضه، لكن بيرسي تاو ما بيجيش غير يوم واحد بس، وما اعتقدش ان هو ممكن يطلع خلال الفتره اللي جايه مع حد كتير. تاو برضو عايز اسالك عن دور بيتسو موسيماني في وجود بيرسي تاو هنا في النادي الاهلي. الدور الذي لعبه بالتأكيد كان هام. لم أفكر كثيرا، كنت أفكر أني سأذهب للعب مع الأهلي، وأفهم أني كنت أمثل فريق كبير في البطولات وعلي أن أبذل قصارى جهدي حتى وأنا أعرف أنه هنا، وأنا عملت معه من قبل وقد ساعدني، وأنا متأكد أنه سيساعدني ويخرج أفضل ما يدي ويخرج أفضل ما لدي ويجعل مني لاعب أفضل. ربما لم يلعب دورا كبيرا، ولكن أعتقد كانت الأهم كان علي أن أفكر في مجيئي إلى هنا.